السلام عليكم. امس صار حدث بلايستيشن 5 ورونا شكل الجهاز ورونا الالعاب اللي جاهزه عليه من ضمنها جراند تيريزمو ومن ضمنها جراند بوريكم كل شيء. خلوكم مع الفيديو الحين بوريكم شكل بلايستيشن 5. طبعاً هذا شكل بلايستيشن 5، في نسختين منه، يجي نسخة فيه مدخل للسيديات وتيجي نسخة بدون مدخل للسيديات، يعني نسخة بس تحمل عليه ألعاب بدون مدخل سيديات. طبعاً شكله وتصميمه للأمانة جميل 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 جداً وتطور، شكله جداً متطور، ما توقعته للأمانة بهذا الشكل. وطبعاً كالعادة راح تيجي منه نسختين أيضاً، أو مو نسختين، نقول لك باكيجين تقدر تشتريه كامل مع يدين يكون معه، أيضا إذا ما خاب ظني مع سماعات ومع جهاز الأمانة إني ما عرفت وشو هذا الجهاز أو كنترول، وأيضا حتى مع كاميرا، وأتوقع أن الريموت هذا حق التحكم بالكاميرا يمكن. تقدر تشتريه عادي لحاله بس مع يد واحدة والجهاز، وأكيد راح يكون أعلى السعر اللي يكون باكج كامل مع سماعات ومع الأغراض. طيب ننتقل للخبر اللي بعده. ثاني خبر، لعبة جراند تيريزمو 7، ما هي جراند تيريزمو سبورت، لا جراند تيريزمو 7، يعني راح تكون جاهزة بإذن الله على بلايستيشن 5. يعني أول ما تشتري بلايستيشن 5 راح تكون موجودة هذه اللعبة، تقدر تشتريها وتحملها على طول. طبعا الحين توي تأكدت إن جراند تيريزمو سبورت تختلف عن جراند تيريزمو 7 و 6 و 5، يعني مثل ما أقول لك فورزا موتور سبورت، مثل ما أقول لك فورزا هورايزن زي كذا. يعني الحين راح يكون فيه موجود جراند تيريزمو سبورت وجراند تيريزمو 7. جراند تيريزمو سبورت خلاص راح تكون موجودة على 4، ما راح تنتقل إلى 5. راح نلقى جراند تيريزمو 7 باذن الله. جراند تيريزمو 7 من مميزاته انك تقدر تركب جناح على السياره، تقدر تعدل حتى ايات السياره، تغير شكمان السياره، وايضا هذا جيم بلاي من اللعبه اللي راح تكون ان شاء الله على بلايستيشن 5. حاولت احمله لكم باعلى دقه. يا عيال اللعبه واقعيه لدرجه ان الكاميرا بالسياره تشتغل، او اقول لك الشاشه اللي بالسياره تشتغل وتكشف اللي وراك. راح يكون باللعبه كوكب كامل، انت تختار الخريطه، تحدد المكان اللي تبي، مثلا درفت بو تبي تتسابق بو. طيب ننتقل للخبر اللي بعده. يلا ننتقل للخبر اللي بعده. ثالثا لعبة جراند، لعبة جراند في اللي هي 5 هذه اللي نلعبها بلايستيشن 4، راح تكون نفسها موجودة على بلايستيشن 5 لكن بشكل مجاني. يعني أول ما ينزل جهاز بلايستيشن 5 راح تكون موجودة لعبة جراند بشكل مجاني. طبعا ما فيه جراند 6 أو راح ينزل جزء جديد، لا راح يكون نفس جراند هذا لكنه بينقلونه إلى بلايستيشن 5، شيء أشو من لا شيء، والحمد لله. زود على كذا راح تكون لكم بشكل مجاني، أكيد هين راح يكون به بعض التطويرات أكيد 100%، مثل ما كان جراند بلايستيشن 3 وانتقل إلى بلايستيشن 4، كلها نفس الشيء جراند 5 بلايستيشن 3 وبلايستيشن 4، لكن يوم راح لبلايستيشن 4 جراند تطور شوي. ايضا كذا اللي بيصير ببلايستيشن 5 راح ينقلونه الى بلايستيشن 5 وراح يطورون به شوي بعض الاشياء، مثل جرافيكس، مثل احداث جديده ومهمات جديده وخاصيات جديده ايضا. وزود على كذا بالشركه راح يكون بشكل مجاني، يعني بس اشتري بلايستيشن 5 وحمل جراند بشكل مجاني. واكيد انا متاكد 100% اصلا بلايستيشن 5 راح يكون فيه مميزات جديده وكثيره، مثل يمكن ببلايستيشن 5 اني انا اقدر مثلا العب العابي اللي على بلايستيشن 4، وهذه اكيد اكيد انها راح
تكون موجودة. عندي إحساس هذا الشيء مو رسمي لكن أقول لك عندي إحساس. وبس ننتقل للخبر اللي بعده. رابعاً طبعاً هذا كنترول بلايستيشن 5 اللي راح يكون عجوبه بعالم الألعاب أو بعالم الجيمينج كعامة. طبعاً هذا الكنترول راح تكون أزراره ميكانيكية، راح تكون الضغطات به جداً متغيرة ومتطورة، جداً طوروه يعني طوروا من الضغط وخلوه بشكل ميكانيكي وأسلس وزاداً جودتهن، لأن الصراحة يد بلايستيشن 4 أحس كأنه مصنوعة على عجلة، يعني تحس إن أزراره من مواد رخيصة جداً. أكون صريح، كأن يد الإكس بوكس تحس إنه أجود صناعة من يد بلايستيشن 4. لكن نرجع لمحور حديثنا اللي هو بلايستيشن 5. يد بلايستيشن 5 كنترول بلايستيشن ايضا بالشركه الشاحن راح يكون USB Type-C، يعني تشبك اليد بالشاحن ما تجلس 15 دقيقه الا اليد فل، لان التايب سي اقوى من اليو اس بي العادي اللي هو قبل على بلايستيشن 4 وزي كذا، يعني راح تكون اليد تشحن بشكل اسرع. وابشرك ببلايستيشن 5 ما يحتاج انك تشتري مثلا مايك او سماعات، خلاص بكنترول باليد هذه تقدر تتكلم وتقدر تسمع أيضاً. راح يكون فيها سماعات تسمع منه، وراح يكون فيها مايك تكلم من اليد، راح يكون فيها سبيكر اللي هو تسمع كلام الناس كذا وتسمع صوت اللعب، او اذا لحقتك دوريات تسمع من صوت اليد. ما ننسى ان اليد راح يطورون به الاهتزاز. بس ننتقل للاخبار اللي بعده. طبعا هذه اكثر لعبه من الالعاب اللي عجبتني بالالعاب بلايستيشن 5. انا وش جالس اقول، يعني هذه اللعبه امس عرضوها من الالعاب اللي ان شاء الله راح تكون موجوده وراح تنزل على بلايستيشن 5. من ضمنها عرضوا هذه اللعبه. هذه اللعبه لعبه سيارات تشبه روكت ليج لكن بدون كوره، لعبه صدم سيارات او حرب سيارات. اللعبه جامعه ما بين المهارات وما بين حرب السيارات، وايضا تشبه الاوفر واتش اذا ما خاب ظني او احس ان بها سكنات. واكيد انا متاكد ان بتغيير الوان للسياره او تغيير شكل السياره او تعديل على السياره، إضافة مميزات على السيارة مثل أنك تخلي مثلا الواحد يموت أو ينفجر كذا، شلون أقول لك، بشكل أسرع، تزود ضرر سيارتك أو تقوي الدفاع بسيارتك. وأيضا كأنه به شلون أقول لك قاضيات، يعني شلون إذا عصبت كذا تحط القاضية وتفجر اللي حولك، رعته في باص كأنه حط على سيارته حديد زي كذا. طبعا ترى إذا انفجرت سيارتك تنزل على رجلينك ويلا تبدأ تذابح معهم. It was always going to end like this. All your hard work, all your sacrifice, only sped up the process.
لعبة هيتمان راح تكون موجودة إن شاء الله على بلايستيشن 5 أو من ضمن الألعاب اللي راح تنزل على بلايستيشن 5. وما هو بس هيتمان، راح تكون أيضا موجودة هورايزن، لعبة هورايزن راح تكون موجودة إن شاء الله ببلايستيشن 5، وألعاب واجد راح تكون موجودة ببلايستيشن 5، من ضمنها حتى سبايدر مان راح تكون أيضا موجودة على بلايستيشن 5 إن شاء الله، وأيضا ريزيدنت إيفل ذا فيليج. كان ودي أحط لكم تريلراتهن لكن الأمانة عليهن كوبيرايت، ما قدرت أحط إلا تريلرات اللي ما عليهن كوبيرايت وبس. إن شاء الله مقطعي كان مفيد جدا، حبيت أفيدكم بكل شيء عن جهاز بلايستيشن 5. بس مع السلامة وبالتوفيق.